بصح نهضر معاك بينو وبينك. لا هذا ما واش نهضر معاك واش كيما تشوفوا شي دريه زوينه نهضر معاك بينو وبينك غتزوج بها. وين نهضر معاك فوق حنا شنو حالي انا الروج بيني شحال كاين انا اللي مبيع لكم طوماط الله مكاطش دعاء يلا يلا سلام مالي هذاك الشبغه سالت حتى راه خسرته عبر شي واش شي اصلا هذاك راه كل وشامات كيبقاو يخبوا من مورا الوشامات باش يبان انا واعر وانا هادي ويبقى يقول وي انا زعما كيديرها صاحب معاك زعما خافي راني واعر وسيري اش مكر هذاك ما عندك ما ديري بيه ازاي يلا نمشي واه يا ربي ماك خالش دوك شنو عندك خالتي؟ هي الضيق فوق السكون هنايا؟ ها قريب يلا خالتي انا نوصل معاك الدار ولا بغيت نحس شي حاجه نجيبها عم شوف زينة خالتي زينة خالتي زينة مالك خالتي شنو عندك؟ خاصني الرابوز الرابوز؟ واش الضيقة؟ انا خالتي نمشي للفارماسي نخليك هنا انا نمشي نجيبو الضيق صح؟ عندك تمشي شي بلاصة انا نجيبو خاطر بنيتي وجابني واحد المسكين اللي نضيع ليه. هو ناضي نطلع. لا قالت لي راه مشى جيب لي الرابوزه حنا نسينا هذا. هاو خرجت. ما عرفت علاش قلبي تقفي اه والو خالتي ماما انت خالتي راه انا كنسكن عند الحو ماما راه مرة بقى جي عندك خاصك شي دور شي حاجة غاتجي عندك صح؟ مرحبا بك الله يعطيك خالتي ان شاء الله في راسك لا لا هاد الدري باينة وياه باينة يا طلع نوضي بنيتي اه واه ماشي مشكل كنا هي حشرتيني اللي انت صاحبتك صافي دابا انا خليك ما تشوفي ما هادشي ما بقيت وليدي انا غايبه نضرب الكرفه وانت جابت عليه ما مركتيش انا موصى يلا هي الاولى كل راجل كي سيادك انا نص الهضره ديما ديما نص الهضره لا ما رضيتيش فيها كل كي سيادك كل سيدي ومولاي كل راجل انا شي دراهم خدم على مو وتقام جيبك ما انا ضربت الكرفه ما فيش كفايه الله يجعل البركه بينو بينو شي حساب صافي انا عارف هو كيعرف غنقول ليه ما في زي عارف انا مستغرب هو شي خويا وغنصيفطو صافي صافي اخي على مول وقت تكون شي خويا انا كنت حوم هنا حوم علاش اخويا علاش كنت حوم عندك اخويا واش حوم شي هادشي طاح هادشي والله حيت بغا نجري لبرا الزوا هادشي في حالك راه خاصك الجامع ديالك
دبر على الناس من هضره شاد جدران هادي ولكن اخر مره جيت عند الله يرحمك جدران صافي واش بغيتي ضيع سكي داير دبر عليا بالروج صافي راه لي نحب الحمد لله زيد يا طرف داك الله يكبر عليك كبر عندنا خيتاري البروج قهرتيين يا خويا والله الا قهرتيني راه كندير على وجه شي نهار انا اليوم غنعطيك مره اخرى صافي مره اخرى ها بالساعه اخرى والله والله انا وليت كنحشم منك الله يبارك سير الله يسخر شحال هذا الاول غاي مشي غتسلم الشي واش براسه موالي للشي يا مول الشي راه بنادم ضايع كلشي مجري واللي وصل ليكم بايع لاش من الامن الوطني خاصنا نهربو كيفاش يا مشتاش دم غنشد سخف من سخف من بعد نشي راك ديالي تاع ما حيدك سمعت تضحك الغنجبه عطيني النميره بلا ما نبقى نهلهل عطيني النميره واش فحالك سير واش عطيني النميره كبر غيتدال شو شنو هو حبك شكون هو تحبك كاع مافيوزي وتنانا سير جي انت هو مافيوزي طلعوا بجوجكم للدار شنو وين مالك واحد خونا بغيت يطلع لي الدار صحه شنو؟ واحد خونا لوكينا كاين فين بلاصتك؟ دار دار بيه والهاجسه واحد غير مزيان الله يعطينا معاك شي 3 سنين ديال الصوبه هذا ما حسنا لا شابنا 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 ما عرفتي ما عرفتي ديالي ساطلق مني ودم حسنا صافي شنو اللي جات كلمة ديالي ما عطلق مني غنمشي صافي شنو اللي جات كلمة ديالي حسنا صافي ما عرفتي بشا صاحبي صافي الشي اللي بغيتي يا مرا فيها سير حدا شي واحد اخر لا حيدي شي سبعين Samira
شدينا وراه هذا الشيء وين هذا الشيء وين هذا الشيء شو طلب روش ما عرفش مام واش قطع بالو اما كاين لا شاف لا والو شو ما دايرين نخدم شكون لا والو صاحبي جا واحد لواحد دابا واحد البروش وكي راه عرفتو شكون دا ليا واحد الصاك في الوراق ديال الخدمه شوف اليوم يكون عندي وماشي شغل خدمتك هذيك ديرها صاحبي غتدخل لي حتى لدارهم يلا سير دابا بوليس انا كاين محمد في الدار لا ودي ما كاينش محمد كاين ولدك في الدار خلينا ندخلوا نشوفوا قلبو في الدار ادخل اخويا انا ما ندخلش عندك شي ورقه ديال التفتيش حنا راه البوليس بغينا نشوفوا الورقه اخويا قارم عندو وكيل المالي ولدك مرونه ولدك مرحبا تفضل نمشى راه غنمشي بمره مرحبا ورينا البيت ديالو ها البيت ديالو ولدي ها هو فين هو البيت ديالو ها هو هذا هذا هو هناك هو هذا كيقول واش خرج ولدك واش هو واش هو برا ولدك ما عادش خرج ولدك ما عادش خرج يخرج معاك ما بغى انا ما حافي مالا ديالي يلا شوف صاحبي مالك انت كنت كطير وكتفرفر مش عارف شنو انت اللي منتيش الوراق ولا ما عرفتيش ها وجاوب شنو الوراق انا وجاوب وجاوب جاوب زيد راه غادي نروح لهنا بنت نرجعوا في الخطاب وما كاين بو ولا كاين ما كاين لا قرايه لا والو ما نسولهاش علاش نسولها واش ولا طراجي اللي هي اللي شدوا ليا مع الرجال منك لبنتك السلام عليكم خلي شي جوان شفي اصلا السلام عليكم السلام عليكم فين البنيه هان دار لا غابره ها مع البنات ها مع البنات اسمع بني جاتنا واحد الموضوع غنهضروا معاك فيه شوف خطاب كيفاش شوف خطاب كيفاش خطاب هذاك الشنكه هذا شاش خرجي ليا في عينك دابا على ودو داو الحبس في العشيه درت مع السيد شحال دابا في الساعه جوج ونص ربعه ونص يجيو عندنا يخطبوك ما كاين بو ولا كاين نوضي سيري عليا بجوج ماشي نشوف الخطاب وديني وقلت ما بغيتش مصلحتش بنتي بغيت مصلحتي وكيف باغا تقرا باغا تقرا كنت باغا تقرا بلاتي هاد الناس ديال الصباح اول السلام عليكم اجي هو اسماعيل طلع طلع راه من الحيوان طلع راه من الحيوان حيت بنتك شبع عليا واحد الشمكات ايوا خاصنا حنا نعشقوها وصلوا عليا الناس عمرنا نقولوا لك علاش وجد راسي مرحبا اسمعي خل السلام السلام ورحمة الله السلام واش معك والدي؟ والدي الله يرحمه من الأصدقاء ديالي عرفنا على الأصدقاء ديالك وأدرك على الأخ كبير شافع شرف الدري ساعة مرحبا الله المهم تدخل في موضوع نيشان عاد دويش معاك طاب راه انا حاجه وحده قدام الصديق ديالك وقدام الصديق ديالك اللي بنتي انا ان شاء الله ليه بنتي علاش بغيت نجي نطيح انايا وهذا ما كان غنوقفوها من القرايه وغنعطيوها لك انت باش ان شاء الله فيها ديك الشيء من بلا ما تحجوا نقراو فيها شحال بسم الله دعاء جميل المهم رأينا الفاتحة ديالك مبروك عليك انت بابا كتعرف مصلحش كتعرف مصلحش كتعرف مصلحش كتعرف مصلحش يلا نخلي وقت الساعة اللي عندنا واحد الغراض وصافي من بعد نحدد ان شاء الله مو بينا خلينا فرحة الله مرحبا كاين شي شاو الاول كاين ها يلا وجدته او انا نمشي نغسل يدي ونمشي
فين حبيبك؟ هنايا في الميساجات. انتي اصلا لاش داخل التليفون؟ واش ديالك ولا ديالك؟ شنو نيتك؟ التليفون ديالي ما خاصكش تهزي فيه خصوصيات ديالك. عندك خصوصيات وانت مزوج؟ مزوج برزتيني بهاد الهضره ديالك وديما درت المشاكل عشرتي لي سيدا باقي صوتك براسي كما جبتك تيجي ب 10 عاود لنا سمعك بس يا صوتك براسي الحمد لله تفكيت اخر وشوفي وانا صافي طلق جيت فكيت وشوفي اجي عندي اجي عندي اليوم راه كيما قلت راه كندير الصباغه كندير ليا قوتها كندير اي حاجه بغيت. اها مرحبا مرحبا على اها دير معايا الوقيته وانا معاك كاين لا خدمه لا عشيري انا خو محمد انا جاي اخو زين سار عارف وين اخي اخويا فرحتيني اخو على فلان اخويا انت درتي عقلك بعد ولا والو شوف اخي ودير عقلك اخي ولا تخدم معايا وواحد البريكون يلاه ومع جيتي بريكون ان شاء الله خويا بالروز وتوحشت الوليده غنمشي نقول نشوف الدار اه سير صافي خويا يلا انا خويا نمشي نتلقى شي وندير شي قهوه مرحبا صافي خويا يلاه سيد الوليد هادي الدار خاوي تحت مخليني الباب محلول بيا ما سطح لا والو هاد الوليد شي ياك الدور عرفنا وصاف راه شغل حتى من هو الدار مرونة السلام ولدي ملي تخرج من الحبس بغيتك تقرا هاد الوصية هادي بغيتك تبعد على ولاد الحرام وتشد الطريق الزوينة وتجمع راسك وتهلا في راسك لا ميمكنش ولكن مرة أول ما قال لي والو أنا ماشي شريف قلت لك كاين يا قوش وفيروز هما اللي خدامين دابا بغيتي مرحبا راه ما بغيتيش عطى الله المعلمية فين يا مي مروان صاحبي فين يا مي أريح محمد الصحبي قول لي فين يا امي يا صاحبي فين يا امي يا صاحبي انا نقول لك اصحباري يا حتى بارك في راسك اخي طاب سهل فيش بارك هو راه ماشي هو بارك في راسك ولكن راه عارف اخو محمد عارف القبر ديالك وين نزورو اخو بلا ما نشك اخو زيد اش حلقه وحق الله صافا اخو محمد يلا اخو مشو القبر ديالك الله يسلمك اش اخو شوف الله يرحمه انا مبغيتش نقول لك اخو راه مابقايش فيا اخو مقدرش نقول لك اخو يلا 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 مشو للقبر اخو هاني محروق ما بردت الجمرة ما تنسيني في حنمتك تمران وراح لمن كاع الإحسان صافا أخو محمد محمد أخو صافا أخو بلا ما تشبكي راه كتزيداش حرقات قرأ عليها شوية القرآن قرأ هاك اخويا نقي لي هذيك السلافه و عمرها سبقني المكتوب ديالي الوالي صافا اخو محمد يلا نمشيو باش اخويا نقول لها شي حاجه المهم شي شي بغيتيني نكون احسن دري سمحي لي بزاف حيتاش كنت مسخوط بزاف ديال الحوايج وتشديت في الحبس خليتك بوحدك وبزاف ديال البلانش وقعو المهم ولدك غادي تبدل ورق رايش هاديك الوصية اللي خليتي ليا وانا كنوعدك امي نمشي انا غادي نتبدل وما غنبقاش كما كنت ونش طريق زوينة غنولي نصلي ونبعد على الدراري الخايبين كنتمنى منهم تسمحي ليا بزاف
عمري نسي انا صافا محمد يا ربي عاوشاني مرة اخرى نجيب الله يرحمك رانيا واش حليلي خرجتي من الحبس فين؟ بركة في راسك نجيك الوالده. هاني واش نقول؟ يلاه كنت في المقبره نزوره وكذا راه ما قال لي حتى شي واحد الخبار. راسك تزوجات. انا ما فراسيش كيف تزوجات وما تفاهمتش. جوج دار مي ما كانتش باغا صراحه. ما تفاهمتش هي وياه. صافي كيطلق. طلقوا. قايده بشويه دايره معاه باش يصور. الو دعاء. فينك؟ شو درتي في الطلاق؟ وشوفي جيجي عندي دابا مع الدوره اللي حدا دارك. المهم هيا غتجي عندي دابا هنا انا غنمشي نيش بالك عيط لها صافي يلاه ان شاء الله خويا الله يحفظك شكرا خاطر راه دانا سولا صاحب سيراني المهم انا فراسي كلشي مزيان نطلق شي وكذا المهم راه دازت كلشي قول المهم كلو بزاف و هادشي كيما داروا باك المهم انا ماشي مشكل الوالدة انا ماشي لقيتها ماتت شوية خرجت من الحبس وقالت لي واحد المرة باش انا نجي مع راسي ومن بعد من بعد خايف وكذا المهم صحي لي بزاف وكراش رجعوا كيف كنا صافي رجعوا كيف كنا ونتزوجوا بحلال وبعد من الصداع والمشاكل هذا الدار مخلي لي الوالده المهم يلا نتزوجوا سيدي ربي هديها